يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قد صدق القائل إذ قال إن لم ترضى بحكم الدنيا فارفع ملفك إلى السماء فهناك الدعوة محفوظة والشهود من الملائكة والقاضي وهو أحكم الحاكمين. أصلي وأسلم وأبارك على سيدنا رسول الله محمد أصلي وأسلم وأبارك على سيدنا رسول الله محمد ما بين منبره والقبر قف أدبا وقبل الأرض إن الشكر قد وجبا وشاهد القبة الخضراء وقل الحمد لله نال القلب ما طلبا واستغن بالوصف في روض النبي وقل الحمد لله نور المصطفى غلبا صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا من إذا مشي سبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد قال أمتي أمتي يا غفور. يا سادة الحضور الكرام كما بدأنا بالقرآن الكريم نختتم أيضا بالقرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربية تفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم بعد
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى يوم لا يخزي الله
والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين أحصنت أرجها
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى أمة سيدنا رسول الله ثم إلى روح الراحل الكريم الحق ضياء البلاح. فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويجعل القرآن هدية له في قبره. تلاوة قرآنية مباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمطرية محافظة القاهرة. كما تقدم مقال الشكر والتقدير نيابة عن أبناء الراحل الكريم أستاذ عمرو ضياء البلاح أستاذ محمد ضياء البلاح حق السيد البلاح وأبناء الراحل الكريم الحق مجد البلاح حق خالد البلاح والحق هشام البلاح حق حسن البلاح السيد النائب الموقر المؤدب النائب درويش مرعي. نمنا بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. نشكر ايضا صاحب مخازن الفراشة العالمية أولاندية بقليوب البلد المارة الذهبية والهندسة الإذاعية ومحطات الديزل الضخمة ودارة أولاد أبو المجد بقليوب البلد. نشكر ايضا الخدمة الفندقية المتر أيمن العقدة ميت عمر نقالية قناة المهندس أحمد الجعبري. يا السادة الكرام شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.